في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص من بينهم فتاة، وحجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 285 غرام وأسلحة نارية لبني مليكش بجاية. تعود حيثيات القضية على إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتازمالت، مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات مع وجود كمية من المخدرات بمنزل أحد عناصر الشبكة. على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلام للإطاحة بعناصر الشبكة، وبعد الاستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى منزل المشتبه فيه وتفتيشه، حيث تم العثور على كمية من المخدرات تقدر ب 285 غرام بالإضافة لأسلحة نارية. العملية ككل أسفرت عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 73 سنة ينحدرون من ولاية بجاية، بالإضافة إلى حجز بندقية ضخ هواء من الصنف السابع، بندقية صيد من نوع هيليس عيار 16 ملم، ومسدس آلي من نوع بريفيكتر عيار 8 ملم، 3 أحزمة مزودة ب 70 خرطوشة معبأة، عتاد تعبئة الخراطيش بالإضافة إلى هواتف نقالة وورقة نقدية من فئة 2000 دينار مزورة. تم إنجاز ملف القضية وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة، وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.